شهد مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 38 مشاركة مميزة للفنان الأردني طوني قطان، اللي أضفى بلمسته الفنية رونق خاص على المهرجان، وأكد تضامنه مع غزة في كلمات وأغاني قدمها على المسرح الشمالي، مؤكداً على أهمية دور الفن في نقل الرسائل الإنسانية وإيصال الصوت. يعني هو بشكل خاص يعني السنة راح يكون أنا شخصيا يعني راح يكون يختصر الأغاني، تختصر على الأغاني الوطنية الأردنية والفلسطينية، لأنه صراحة بالوضع الصعب اللي احنا بنمر فيه وأهلنا بغزة صعب إنه نغني أغاني عاطفية وحب وهذا الحكي. فالسنة أكيد راح يكون مختلف، وحتى موضوع إنه تسكير المدرج الجنوبي كمان له تأثير كبير. في لي أغاني خاصة أردنية وفلسطينية، وراح أغني أكثر من أغاني التراثية اللي بتتغنى بفلسطين وبالأردن. في نسم علينا الهوى كمان من الأغاني اللي بحسها بقديش بتعطي للإنسان شعور في 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 حنين لبلده يعني. أكيد راح أغني أغنية فلسطيني، وهلا في أغنية جديدة إن شاء الله كمان كلمات وألحان الفنان وائل الشرقاوي، خلال الفترة هاي راح يكون نصدرها، وفي عدة أغاني عاطفية وحب وكذا، بس لسه مأجلهم شوي لنشوف وين بتروح الأمور. الحفلة كانت جميلة، نعرف احنا الظروف صعبة اللي بتعاني منها المنطقة، لكن دائما احنا بنحاول ندعم كل اشي في الاردن. الاردن دائما منارة، مهرجان جرش وعبر عن ثقافة هذا الشعب العظيم والاصيل وعبر التاريخ. احنا دائما في الاردن الاغنية الوطنية جزء من تراثنا، سواء هاي الاغنية كانت للاردن او كانت لفلسطين، وبالتالي هي جزء من تراثنا وجزء من عاداتنا بافراحنا واعراسنا، دائما هاي الاغنية موجودة. والله أجواء حلوة، وكانت مزيج بين الأغاني الأردنية الوطنية والأغاني الفلسطينية لأهلنا وأحبابنا بفلسطين، وحفلة حلوة وراقية كانت. حلوة كثير، حبيتها، الأغاني كانت حلوة والأجواء كانت حلوة كثير. عجبوني كل الأغاني كلهم. مهرجان جرش كان كثير رائع، والأجواء حلوة والجو كمان حلو. أكثر أغنية حبيتها فلسطين، وكانت كتير حلوة المهرجان. على أرضي على ديني، على أرضي تلاقيني، وأنا أهلي أنا في ديني، أنا دمي